أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار اليوم. بعد تسجيل عدد من حالات إصابة فيروس كورونا المستجد أوميكرون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أعلنت إدارة المؤسسة إغلاق أبوابها في وجه الطلبة والطالبات لمدة 10 أيام. ودفع تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة إدارة المؤسسة إلى التدخل بعجالة لمواجهة الوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه بناء على قرار اللجنة الصحية مشكلة من ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة، تم تعليق جميع الأنشطة العلمية والبيداغوجية بمؤسسة لمدة 10 أيام.